هسه انتم على وين قاعدين؟ سؤال، يمكن كل واحد منا قاعد على مجموعه موتى، موت هذا التراب لعله ميت يتحول الى تراب، بكره هم اموت الناس يقعدون على مقابرنا وعلى جثثنا اللي هي تراب. هكذا الدنيا تنقضي، فيسوى الانسان يضيع هذا العمر الثمين الذي حسب تعبير الامير عليه السلام الدنيا متجر اولياء الله، مكان تجارتك. ليش عايف الآخرة ومنشغل بالدنيا؟ أفكر في البيت. تفكير بعض الناس قد يكون رجل دين أو قد يكون طبيب، كلامنا عام، حتى الطبيب والمهندس والتاجر، شنو فائدة أن تعيش في بيت فاخر؟ أنت عش عيشة الكفاف اللي تحتاج، وسع على أهلك بالمقدار اللازم المعقول، ثم بقية الأموال أنفقها في بناء مساجد وحسينيات ومكتبات ومدارس وميتام وتكفل العلماء وطباعة الكتب وإلى آخره، الفضائيات الدينية يروج لها يدعمها إلى آخره. هكذا الدنيا، فبعث الله، فهذه الأولوية مو تلك الأولوية، شوية فلوس شوية دنيا شوية شهرة شوية رئاسة.